معروفه سويسرا وجنيف بصناعه الساعات. انت دقيقه في الوقت؟ والله لا، مو وايد دقيقه بالوقت، احاول بس مرات ما اقدر. بس ان هو فعلا صدق انهم وايد معروفين بصناعه الساعات، لان كان عندي سفره مع شركه براند من الساعات، ورحت للمصنع وشفته، كان شيء روعه يعني، وايد تغيرت نظرتي على الساعات. يعني شفت شلون في ريايل كبار بالعمر يقعدون بالساعات، والاجهزه اللي يستخدمونها شلون وايد فيها دقه، فاحترمت شغلتهم وايد اكثر، قمت اشوف الساعات بنظره ثانيه. نعم، انت تحبين الساعات؟ ايه احب الساعات. لابسه ساعه لا اليوم؟ لا مو لابسه ساعه. اوكي، شنو اغلى ساعه تملكها فوز؟ شنو ماركتها؟ يمكن ريتشارد ميل. كم قيمتها؟ الناس تدري كم قيمتها. لا انا ابي ادري، انا ما ادري. على حسب انت شنو تاخذ. لا انت اللي عندك اياها، قلت اغلى ساعه تملكها فوز. عادي لا تستحي. لا ما استحي عادي. لأن هذا تعبك. لا لا عادي. ايه؟ يمكن قيمتها 45. 45,000. شريتيها ولا جت لك هديه؟ لا شريتها. ما عورج قلبك؟ هم بلا ايه. لا بس شوف، لما الواحد يشتري اشياء كذي، انك انت كأنك قاعد تهدي نفسك يعني، فهمت؟ يعني حلو الاحساس، بالعكس يعني اكيد ما راح اشتري شيء اتحسف يعني بالضايق، لا بالعكس، لان اكون ادري مشتغله ومكروفه واروح اهدي نفسي شغله حلوه. نعم. It's time to work. It's time to work. Work hard, play hard. هذا شعارك. انا دائما اشوفك على السناب تقولين It's time to work. اي It's time to work. وشنو كملي الجمله انت قلتي؟ Work hard and play hard. Okay. يعني تشتغل وتستانس بعد. صعب شغلكم فوز؟ شوف هو صعب حق اللي ما يحبه، بس ان انا يعني احب شغلي، وغير كذي يعني احس صارت وظيفتي يعني. يعني لما كنا الواحد يشتغل بوظيفه ويحبها. انت قبل لا تدخلين الى مجال السوشيال ميديا اشتغلتي بوظائف؟ اي. شنو؟ اشتغلت بارت تايم ببنك، بعياده، بعدين لما تخرجت اشتغلت فول تايم بجامعه من الجامعات بالكويت، وقعدت يمكن سنه ونص، وبعدين بلشت بالسوشيال ميديا. وفي العياده، عياده تجميل ولا كنت شنو؟ علاقات عامه؟ لا كنت ارد على التليفون كذي. نايس. اي يعني ريسبشنست. نايس. اوكي. كان عمري 16 17 سنه. الله يحفظك. لا كسبناك في عالم السوشيال ميديا. تعرفين شنو عمله سويسرا؟ اي استغفر الله. يلا. لا لحظه، ابى شلون نسيت؟ الفرنك. الفرنك. الفرنك السويسري. الفرنك السويسري. لا بسم الله عليك.